ما قلت له؟ ما قلت لكم؟ اوكي. سحر هلا ما كنت حابب تقول للواي اس فاميلي انه ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم نار، بتعرفوا ليش؟ لانه يحيى رح يجاوب عن الاسئله اللي انتم سالتوني اياهم على اساس هو سحر 100%. بس وايز فاميلي، قبل ما نبلش فيديو اليوم حطوا لايك، انستغرام، سناب شات، تيك توك، كلهم موجودين تحت بالصندوق الوصف. اشتراك، شو كمان شكرا بالقناه، ما بعرف كفوا لنا اياهم بالتعليقات. المهم اللي بدنا نقول لكم اياه انه فجروا هيدا الفيديو كمان لايكات. وايز فاميلي خليكم قدها. قبل ما نبلش الفيديو بدنا نقول لهم شو كانت حزوره اخر مره، شو هو الشغله اللي كانت هديه لميمي. هديه ميمي صراحه كلكم كتار 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 ما حزروا، بس كمان كتار حزروا، كانت ريموت كنترول. على هيدي المسحه كانت ريموت كنترول، لانه ميمي كتير بتحب الريموتات كنترول تبع الاي سي، تبع التلفزيون، تبع الدفه، جبنا لها اياها هديه. اما بالنسبه لحزوره اليوم، اليوم رايحين نعمل بيكنيك، بس في شغله نحن ناقصين ناخذها معنا، فبدنا نشوف اذا الواي اس فاملي بيقدر يشوفوا شو هي هالشغله. او يحلوا اللغز، سو جايز جهزوا لي حالكم، نروح نجيب اغراض، نوصل على محل البيكنيك ونجاوب على اسئلتكم، قصدي هو يجاوب على اسئلتكم. شو بدك؟ اوكي بدها بيا، بدها بيا. خذي بيك، يلا واي اس فاملي، انا وياكم بنروح. اوكي جايز، مثل ما انتم شايفين نحن جينا. هاي بيبي بيكنيك، على فكره هيدي مش للغدا، هيدي بس سناكس. هيدي سناكس. ميمي شو عم تاكلي انت؟ سو هيدا بلو بيري، اللي هو بالعربي بلو بيري. جايز ما تجرسونا، بس اكتبوا لي تحت بالتعليقات، والله انا ما بعرف اسمه عن جد بالعربي، لانه اوريدي بالدول العربيه بلبنان ما كان في منه. حطيتها بتما؟ ايه عم تاكل. فجين مثل ما شايفين في عنا فريز هون، وهيدا توت، وجايبين عنب، وجبنا كاجو، واهم شيء هيدول لميمي لانه ميريام كثير بتحبهم. جبت لها على فروتس، على فواكه، وكمان على تفاح. سو مثل ما شايفين هيدي قعدتنا المتواضعه. شو يا ماما؟ ليه مع انه الفريز طيب؟ ما حبت الفريز. نو بتحبه كلي نم نم. يامي. شو ماما؟ على فكرة كنت ملبستها كنزة لميمي، كنتوا شايفين، بس لأنه كتير في شوب فاضطريت إنه أرجع لبسها لبروتيل. أوكي جايز، سو أنتم شفتوا الأشياء اللي عنا إياهم بالبيكنيك، في شغلة كتير مهمة وناقصة، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو هي هيدي الحزيرة لليوم. واي إس فاملي حنبلش التحدي هلا، إذا بدكم سحر تعمل نفس التحدي فيه وصلوا هيدا الفيديو ل 50,000 يلا لايكس. وصلوا، لأنه بدي أفضحه، لأنه أنا متأكد إنه اليوم هو رح يفضحنا 100%. 50,000 لأنا أفضحه بالفيديو الجاي. أوكي سحورة، أنت حتقلي أول سؤال وأنا حأعمل حالي إنه أنا سحر. كيف سحر بتجاوب بطريقتها؟ أوكي يحيى، سو أول سؤال هو هل أثر اليوتيوب على حياتك الشخصية سلبياً؟ ايه كثير، صراحة كثير تأثرنا، أنا عم بعمل حالي سحر باي ذا واي، عشان كل البنات صاروا يبعثوا له ليحيى مسجات وأنا كثير بغار على يحيى. شرفك؟ لا بمزح معكم، الحمد لله لحد هلا لا ما في شيء إنه من هالناحية. بس هيك بتجاوب سحر؟ أو لا سحر بتتفلسف عليكم، هات لنشوف، عن شو بدنا نتفلسف واي اس فاميلي اليوم؟ خلص منيح بزيادة يلا، أما كنت فلسفت أكثر أوكي؟ شو هاي ميريام شو عاملة؟ ميمي عملت عصير فريز، اللي بده يشرب عصير فريز من واي اس فاميلي من إيدان ميمي يبعثوا لها تحت بالكومنتات. تعميهم للواي اس فاميلي، تعميهم. أول سؤال كان سهل كثير حلو، ما في كثير فلسفة، شو ثاني سؤال يا سحر؟ الواي اس فاميلي عم يسألني أو عم تسألني هل واجهت صعوبة بالأمومة كأول مرة وبنفس الوقت كزوجة؟ يعني أنا واجهت خلص صعب يحيى يفهم بهالطريقة، أوكي يحيى اللي بدي أقول لك إياه إنه أنا واجهت الصعوبة بالأمومة إنه صار عندي بنت واجهت الصعوبة وهيك؟ أكيد لا، أنا صراحة ما قدرت أتعذب ولا نتفة، تعرفوا ليه؟
عشان كان عندي جو صالح امين كثير منيح ضلوا لازق فيي 24 ساعه من ورا الكورونا صح ولا لا بتعدي كل الوقت 100% كم مره كنت بدك تعملي مقلب بيحيى بس ما زبط كثير ما بينعدوا على الاصابع صراحه عشان جوزي شخصيا هو كثير ذكي صح ولا لا كثير ذكي دائما بيكشفنا ودائما بيعرف هيك كانه بيشمني كانه هو حافظني حافظ لا 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 ما قصدي هيك لا ما بتزق كثير انا ب 98% من مقالب سحر فاشلين عشان ما بيوصلوا على اليوتيوب اوكي يعني فضحتني هلا انه بنصور كثير مقالب وما بيزبط وما بننزلهم على اليوتيوب اوكي عن جد نحن بنصور كثير مقالب وما بيزبط اوكي السؤال اللي بعده من سحر يحيى فاطمه سحر شو الصفه اللي بتكرهيها بحالك وبدك تغيريها هلا صراحه في صفات كثير بنبلش من تحت ريحه اجري الشيء مثل الجبنه المعفنه وريحه بات وريحه تمي كمان ما بيساعدوا استنى هيدا غير هيك انا بنقي كثير انا مره نكديه انا شو بدكم في سؤال شو هيدا جاي بدي فضايح هيدا بدي اه فهي في هي لا انا عم بتكذب انت عم تفضح بنفس الوقت انا عندي ريحه جرام لا بس كفي كفي عندي ريحه بات كثير ما بخبركم سارة ابو حليحل بتقول متى بدك تجيبي اخ لميريام بحبك سارة من الاردن اهل الاردن بنحبكم كثير بعد ما قلت له اشو ما قلت لكم اوكي سحر هلا ما كنت حابب تقول للواي اس فاميلي انه هي حبلة شو؟ ما بنعرف اذا صابي ولا بنت بس صار لها تقريبا 3 اشهر او 4 اشهر لك خلي سارة ما عليك عم بتكذب كذاب راحت فيا برجي عم بتكذب علي ولا الواي اس فاميلي لا وين يا بيبي انا ماني حمله لا حمله ولا شيء ايش بدكم طيب ليش صار لي 3 اشهر عم تناكد علي وكل شوي بتروح بتمرق حد مطعم بتقلي موحمه موحمه لك هيدي حجه انا نحن كل هيك بنتوحم دائما من بعد الحبل بنتوحم لا هلا بشكل عام بشكل عام بشكل عام قصة الولد هلا هيدي سيريس هيدي مش عم بمزح او شيء هيك الولد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما بعرف امتى بس مش حاطين بس خلي ميمي تكبر نتفه صغيره بعد وبعدين بنفكر بالموضوع انا بحس تقريبا اعطينا شيء 6 اشهر نفكر بالموضوع شو 6 اشهر يحيى؟ انه هيك من هون ل 6 اشهر بنقله للواي اس فاميلي انه اذا صار وقت نجيب بيبي ولا لا عشان في عندي كم شغله حابب اعملها خاصه بدراسه بالبزنس وصراحه بتربيه ميمي هيدا عم بحكي جد هلا يلا خلينا نرجع على اوكي تكوى الجمال فيك تجاوب بالانجلش هون what did you miss the most in the UK اوه كسحر عم بحكي احكي انجليزي مثلك مثلي يلا اوكي واي اس فاميلي I miss happy meal from McDonald's. I don't say happy meal. Come on. لا she doesn't. What did you miss the most? حسنا بالعرب ما لي خلق ترجم بالمونتاج يعني. Okay. أكثر شيء بحس سحر اشتقت ببريطانيا للأكل. أكيد عائلة أبو عزة وبيرلا وأصحابنا كلها جميعا مش حقول أسامي عشان حأنسى مع إنه أوريدي قلت بس جميعا كل أصحابها هذا أول شيء عشان ما نظلم حدا. ثاني شيء سحر اشتقت لهوليك بحس كله اكل 99% من بريطانيا اكل ولك قالت اوكي ما عرضتني شفته انه انا كل شيء اللي عم بقوله صح حتى ريحه الاجران شو بدك بيحكي ليكو ميريام ليكو ميريام لحظة لوين راح ميريام تاعي يا ماما راحت عند الرجال لحظة شوف يلا ميريام واو ليك جينز شو نظيف ليك الفاشينيستا ليك الفاشينيستا البروتيل بروتيل بس تعرف بدي اقول لك شغله سحر بدي اقول لك شغله وما تزعلش مني كثير لابقه عليك هالتيشيرت هالتيشيرت سحر بتحبه كثير فاشتريت منه ثلاثه لا اثنين اشتريت منه اثنين فكل ما اشوفها او بدنا نروح هيك سبور وهيك عم تلبس لي اياها والله بحبها كثير هالتيشيرت بتريحني انا بس علق على التيشيرت خلص علقت مين مثلها؟ ما بعرف انا هيك جبت منا سؤال من 9FXSA سحولة قد وزنك صاير لانه باخر فتره حسيتك ضعفان مهدومه اكيد انت مغلطه هيك كان جوابت صح لا انا نصحان تقريبا
شي 55 كيلو مساء 10 كيلو لا نصحاني شوي ميمي 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 هذيك الناس قوية تعال اوكي سوري اباوت ذات اوكي سحر مثل ما انتم كلكم عارفينين بتحب بطنها كثير وفي كثير منكم فكرتوها انه حبل سحر ومحمي مثلكم طلعت لا مرتي بتحب الاكل ولصغاري 10 كيلو وما ساعدت انه اجت امي وبعدين راحت عن امها والاكل طيب ومليون شغله anyway, انا كمان نصحاني كثير 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 يحيى انه هلا عم بحكي كيحيى وان شاء الله بس نرجع لبريطانيا حنعمل دايت وحفرجيكم كيف اعمل هالدايت وين ميمي اوكي واني واي شان اذا واحد نصح فيه يرجع يضعف اذا يعني 100% عادي والله مش لازم نعمل جادج نو ون از بيرفكت بالنهايه نو وي شودنت جادج اون ذات اوكي سو بوشا كانج عم تكتب لي شو كنت بتتمنى تصيري انت وصغيره شو كنت بتمنى واتس ماي دريم اوكي بعرف بالضبط شو كان بدها تكون ظبطت معها سحر كان بدها تكون محرج كلاون سحر ما كان بدها تكون كلاون هي وصغيره والله لتضحك العالم عليها والحمد لله نجحت هيدا بعد كمان اتس اكتنج اتس ارت اتس كوميدي ايش بدكم فيه ليحيى انت السؤال اللي بعد حطوا على المسخره بي بيوتي عم تسال شو اكثر موقف محرج تعرضتي له بليز جاوبي انا كثير بحبك وبحب عيلتك في مواقف كثير عن جد وي لاف يو كثير في مواقف كثير فرجيني اي مواقف اكثر مواقف بحس اللي هن كانوا محرجين لسحر مواقف الوقع ما بينعدوا واقع قدام هيدا قدام فلان قدام باشياء مهمه كثير كثير وميتينجز وقصص كبيره كثير وخاصه بس كنت بوزاره الصحه وعم بشتغل كنت اوقع وقعات تهرسني بس الحمد لله ما انعزت من كل هيدا والشغله الثانيه بحس سحر عندها مشكله بالتبوله بسنه كل ما نوع على ميتينج او شيء هيك بقول لها سحر ما تاكل تبوله تطلع مع سن اخضر بيطلع صح حب التبولة شو بعمل امير عم يسال صحيح انه انت كنت ملكه جمال جنوب لبنان الله الله هلا بدي اكون جد ما فيني كذب لا قوي يلا 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 بيبي ايه اوكي كانت ملكه جمال سور بال 1980 الله اكبر شو قد ايه عمري انا 1997 سحر طلعت ملك جمال سور ملكة جمال سور اوكي انا تجوزت ملكة جمال لا 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 اوكي ياكين عم يسالني اوكي هذا قبل اخر سؤال شنو اكثر اكله عراقيه تحبيها؟ وايس فاملي كلهم بيعرفوها هيدي وانا مأكد هن بيقدروا يجاوبوا خلينا يجاوبوا هيك اكتبوا تحت بالكومنتات شو هي هيدي زينب ابراهيم عم تسال حابه تيجي على لبنان؟ حابين وكان مفروض نكون بلبنان بعد شهر شهرين صراحه بس للاسف تعلقنا بالبرازيل وكان مفروض نرجع على بريطانيا وسحر هلا قبل 2022 ممنوع تترك بريطانيا من when she arrives there فصراحة ان شاء الله مش هالصيفية صيفية الجاي او يمكن بالشتوية بكريسماس اول سنة 2022 نروح على لبنان اخر سؤال لليوم اكيد تحياتي لكل اهل بلبنان بحبوني كثير اخر سؤال من محمد الطايف هل تحبين اهل السعودية؟ سحر كثير بتحب اهل السعودية كل دول العربية وانا مش حجرب اقولهم هلا عشان حانسى حدا وحد بهدلوني بالكومنتات نحن بنحبكم كلياتكم لانه انتم جزء من عائلتنا وعن جد صرنا يمكن 3 سنين مع بعض ما عم نحس بالوقت انتم كثير ساعدتونا بكثير محلات مليتوا علينا حياتنا والله العظيم جايز بنموت فيكم بس حابه افرجيكم تطورات ميمي هلا قررت انها تغير وقررت انه تجي على عالتوت هلا صارت ميمي بالتوت يلا منيح فيتامينات يا بابا ما حبيتها للتوت عشان بشوق شوي anyways guys YS family وصلنا لاخر الفيديو اذا اول مره بتفوت على القناه كونوا من عائلتنا اشتركوا بالقناه لحتى تكونوا جزء من هيدا العائله المتواضعه الحلوه يلي بنحبها كثير وما تنسوا توصلوا هيدا الفيديو ل 50,000 لايك اذا بدكم اياني انا جاوب على كل اسئله يحيى اللي انتم رح تبعتوا لنا اياهم على الانستغرام تتاكدوا انه انتم تكونوا متابعينا على الانستغرام وهيدول هن حساباتنا بنحبكم قد الدنيا الله يستر انتبهوا كثير على حالكم بنقول لهم باي يا سحر باي لا بنقول لهم باي ميمي تشاو ميمي باي اوكي كويس طلع على شكل ميمي بعتوا لها صور على الانستغرام ليكم شكل بسرعه بليز ما تقولوا عني مزويه بس الولد حلو ينبسط ويلعب ويتسلى وياكل فيتامينز وكمان شمس هيك ايوه اي 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 يلا باي تشاو تشاو يا اسفل تشاو